مريم من Inner Beauty Buzz وأنا جبت كاميرا جديد اللي مبروك بليز. واليوم بدي أفرجيكم أربع طرق كيف تستخدموا الليمون. جاهزين؟ أول شيء الليمون كتير منيح للجسم، نعمل detoxing و alkalize the body كتير منيح. وكمان الحبوب الليمون بتنشفه، وإذا إنكم أسود على جسمك كمان بتفتح البشرة. والليمون كتير منيح للهايلايت، إذا بدكم هايلايت خطوا ليمون على شعركم وروحوا بالشمس شوي. وكمان إذا بدكم ننظف السكالب، يعني cleaning السكالب، كتير منيح كمان للشعر والسكالب. الليمون بتشيل كل البكتيريا من المطبخ، سو إذا قصيتوا دجاج وهيك شغلات بتشيل كل البكتيريا منها. شكرا للمشاهدين، وإن شاء الله أنتوا بتستفيدوا من هاي الفيديو. وبليز خبرني كيف أنتوا تستعملوا الليمون بالبيتكم. وهلا أنا بدي أعمل كل الفيديوهات بالعربي عشانكم أنتوا. ولو سمحتوا بليز سبسكرايب على ماي يوتيوب شانل، وللمرة الجاي خليكم هلمين. باي.